ايوه ابو حميد، انت لسه متضايق ولا ايه؟ يا عم روق، اللي حصل حصل. انا عايزك تركز امتحاناتك، الفترة اللي جاية دي مهمة وكلها كام يوم، واسمك واسم ابوك هيلعلعوا في السما، فاهمني ولا لا؟ يا حوبة انا مش عايزك تلاقي، ما تخافيش انا مش نسيك، والبرنسيسة بتاعتنا كمان. يا نصر ما بتاكليش ليه؟ قالوا انا اللي جاي بجري، وقلت احسن تاكل منابي ولا حاجة. وانا عمري جيت عليك يا ستي ولا تيجي؟ تعالي براحتك، انا مسامح. بعدين كله يهون عشان خاطر ابو النصر. انتوا مالكوا في ايه؟ ده النهارده حتى جاي لكم بحكايه هتقلب البيت. سك على حكايتك يا سيد، انا اللي هحكي النهارده، ما تقلقش برضك هتقلب البيت. من يجي 40 سنة كان في راجل وست ماشيين ايديهم في ايدين بعض، خدوا عهد محدش يخطي خطوة غير لما التاني يخطيها معاه، بنوا بيت وحلفوا يملوه بالعيال، لكن الدنيا استكترت عليهم الستر، خدت الراجل حطيته في سكة فضل ندمان عليها عمره كله، وكان بيصبر نفسه يا عيني، يقول اه عشان خاطر العيال تهون. وبعد شهور الست راحت وفضلت العيال. وايه لازمته الكلام دلوقتي يا نصر؟ طلع منهم راجل وست بس اخوات برضك، عهدوا بعض على انهم يربوا العيال ويشيلوا بيت ابوهم على ظهرهم وما يشتكوش، ولا حد فيهم يجور على التاني. الست ضحت بعمرها كله عشان كلمة، والراجل نسي كلمته وخد كل حياته من دماغه. بعدها لك يا نصر، رايح بالكلام على فين؟ وأول ما فكر يدوس داس عليها، كسر قلبها ويقدم فرحتها، قتل جوزها. وطبطب عليها وإيدي متلطخة بالدم. مش كده يا ابن ابويا؟ ولا أنا غلطانة؟ قتلت عبد الحليم يا سيد؟ جبت الكلام ده منين؟ ترد عليا قتلته ولا لا؟ حصل. يا نهار اسود، انت فعلا قتلت يا سيد؟ بتقولها كده يا سيد؟ ولا همك ولا عايز تقول لا؟ ده اللي بيخلق فرخة بيخاف على صاحبه. كنت اكذب، يمكن كنت صدقتك يا اخويا. ما انت خلاص صدقت يا نصر، اديت ودنك للي ملاها، للي عايز يهدينا. ده انت حتى ما اديتيش نفسك فرصة تسمعي انا عملت كده ليه. ليه؟
قتلته وعايزني استنى ليه؟ ايه الكلام ده يا سيد؟ مش عايز اسمع كلمه من حد، وكل واحد يحط لسانه جوه بوق. الحوار ده بيني وبين اختك نصر محدش ليه فيه. جري يا نصر، هو انا كنت عمري بلطجي ولا قتال قتله؟ انا قلت لك من زمان انا ممكن اعمل اي حاجه صح او غلط، بس البيت ده يفضل واقف على رجليه والعيال دي تربى احسن تربيه. ودمه بقى هو اللي هيسند البيت ويقومه يا ابن ابويا؟ هو اللي كان هيهده يا نصر. ليه عمل ايه؟ فضل ماشي ورايا قعد يعس لحد ما يعرف سر ابوك. بيسهبنا يا نصرة؟ يا ينولك يا تربقف في دماغنا كلنا. سر ابوك يعني ايه؟ انه تاجر مخدرات يعني؟ ولا انه لسه نصرة؟ متخلاش تغيب منك. الا ابوك، انت فاهمه ولا لا؟ هيا ما انت كمان تاجر مخدرات وكل الناس عارفه. سيبهولي خلاص كده، ارتحت هديت يا اخويا. ما انت واخد الواد بتشغله في الزفت اللي انت بتشتغل فيه. انت مين اللي بيقولك الكلام ده؟ مين اللي عايز يوقع ما بيننا؟ مين اللي عايز يهد البيت ده على دماغنا يا نصر؟ البيت اتهد يا سيد خلاص، من يوم ما قلبك طوعك تقتلي، من يوم ما كرهت الحلال ومشيت ورا الحرام واكلته للعيال دي لحد ما بقوا كده. قتله مخدرات؟ ما كانش عاجبك بطة يا سيد؟ ما كانش قد المقام هي؟ أنا عايز أعرف، أنا ما كنتش سمعت كلامك وطلقتها، أنت كنت هتعمل إيه؟ كان هيقتلها طبعًا، ولا ممكن كان يقتلك أنت كمان. معقولة يا سيد؟ اللي اتقال ده حقيقي؟ اخويا انا يعمل كل ده؟ يا شيخه فوق انت كمان، انت ايه اللي خليكي قاعده مستنيه في باكابورت اللي احنا عايشين فيه ده؟ واحد قتل قتله والتاني متجوز لي واحده شمال، وانتي انتي ضايعه والكبيره لسه فايقه دلوقتي. انتي تسكتي خالص، ما انت زيك زيهم، ما انتوا منتينا واحده. انتي مش بعت اختك قدام الناس كلها؟ ماما انت تلاقيك مش عارف، الهانم بعتها على الهوا وفضحتها لحد ما عرتنا قدام الناس كلها. وانا مش حاجه تفضح ولا تريح، ما تشوفوا نفسكم بلاويكم الاول. ما تخرسوا بقى. لا مش هنخرس، جه اوانه ولازم الكل يعرف. اختي اللي مش فارق لها غير نفسها وبس، واي حد يتحرق من بعدي، والدكتور اللي مش دريان بالدنيا وراح يتجوز لي بطه، دي حاجه ما تعرش يا دكتور؟ ما عرتناش. وانت يا نصرة يا غلبانة يا مشيلانة همك واللي حصل لك طول عمرك كأننا احنا السبب، ولو اي حد فينا عمل ربع اللي انت عملتيه كان زمانكوا دابحينه دلوقتي. واخونا الكبير اللي جاب لنا الشر لحد عندنا وقعده. مخدرات؟ مخدرات يا سيد واكل كمان؟ طب ليه؟ ده انا على كده ملاك جنبكوا بقى. عاجبك كده؟ انت مش كنت جاي تقلب البيت؟ اهو اتقلب اهو. احنا ازاي كنا عايشين معاك في بيت واحد كل ده؟ رد عليه. ازاي كنا عايشين معاك في بيت واحد كل ده؟ وحشتني وحشتني يا حبيبي، اتفضلي على السلامة. ستي والنبي ما تزعلي مني. ما اقدرش ازعل منك، فرحت قلبي بجد عندك يا اخويا. مين اللي عمل في كده؟ انت مين؟ مش زعلان مني. زعلان عليك؟ لا مش قلقان، انت ما تخافش عليكم، بس انا قلت اقول لكم على اللي جوايا. هترد يا معلم سيد؟ انت مش طول الوقت كنت عايزنا نبقى راجل واجه الناس؟ اتفضل واجهنا بقى.
والنبي اوعى تقول كان عشانكو جودة. خلاص نغمة التضحية دي بقى دمها تقيل قوي، ده احنا حتى ما شفناش خير من البيزنس بتاعك ده. ليه يا سيد؟ قول لنا عملت كده ليه؟ ما تقول لهم يا ابن ابويا. خلاص خلصتوا؟ طرشتوا الكلمتين اللي كانوا جواكم واجعينكم؟ فجأة كلكم طلعتوا مظاليم وملايكة، وسيد هو اللي ابن كلب شطار مش كده؟ سيد هو اللي خلاكم تفرموا في بعض، سيد هو اللي كان بيجيب الحرام ويبلعه لكم بقكم بالعافية، صح؟ بس أنا ما كنتش كده، أنا كان عندي حلم وكنت مصدقه، ومن كتر ما صدقته ضحك عليا. بس مش هو بس، البلد كلها ضحكت عليا لما سافرت ورفعت اسمها في السماء، وممكن اتدفنت في الأرض ومش لاقي سرير في مستشفى. خد أمكم وادوني 400 جنيه، كنتوا عايزيني ساعتها اعمل ايه؟ اخد احمد اخوكم من ايديه واعلمه صنعه؟ ولا انت واختك تاخدوا الدبلوم وتستنوا عدالكم؟ ولا انت يا نصر كنت عايزاني اجيلك كل يوم الصبح تديني مصروف في ايدي قبل ما اخرج من باب البيت؟ مخدرات؟ اشتغلت في المخدرات واوسخ منها كمان، عملت كل حاجه في حياتي اللي تتخيلوه واللي ما شفتوش في حياتك قبل كده. قتلت جوزك يا نصر؟ اه. وقادر اعملها مره واتنين وتلاته كمان لو حد وزنه شطانه فكر يأذي حد منكم. بس انا ما عملتش كده لوحدي، مش بقول لكم ان انتوا السبب، بس بصة الخوف اللي في عينكم من بكره هي اللي خليتني اتغاب على الدنيا عشان احميكم منها. محدش يلومني ولا يعاتبني، اخوك سيد بالشيطان ولا انتم ملايكه. انا كل اللي عملته ده عشان بتري يفضل واقف على رجليه، واي حد فيكم شايل مني او شايل من اخوه اعتبرها عركة وعدت. اللي اتعور اتعور، واللي مات مات. بس بقولها لكم لآخر مرة، البيت ده من غيرنا هيروح.